2021 كان عاماً استثنائياً لنا في الدار العقارية، واستكمالاً لمسيرة نمونا قمنا باعتماد هيكل جديد للمجموعة يشمل شركتين رئيسيتين مستقلتين. توسعنا ودخلنا السوق المصرية للمرة الأولى، فاستحوذ تحالف الدار والقابضة ADQ على حصة أغلبية في إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في مصر، إدارة مشاريع كبرى بقيمة 45 مليار درهم ضمن شراكة استراتيجية مع حكومة أبوظبي، من شأنها توفير 25 ألف منزل للمواطنين بالإضافة إلى الخدمات الرئيسية والبنية التحتية المرتبطة بها. أطلقنا 7 مشاريع جديدة بلغت المبيعات فيها أرقام قياسية تجاوزت 7 مليار درهم، وسجلنا أعلى معدل مبيعات ربع سنوية على الإطلاق. نتج عن هذا الأداء إيرادات بقيمة 8.58 مليار درهم وأرباح بقيمة 2.3 مليار، أي زيادة بنسبة 21% عن عام 2020. استقبلنا السكان في منازلهم الجديدة في 6 مجمعات مختلفة، مما عزز من جاذبية وجهاتنا الرئيسية ومكننا من الحفاظ على معدل إشغال مرتفع في مشاريعنا السكنية. احتفلنا بعام من المكافآت مع دارنا، ووفرنا للسكان المزيد من الأسباب للاستمتاع بالسكن في أبوظبي من خلال تقديم تجربة أفضل في ياسمول، واستقبلنا عدداً أكبر من العلامات التجارية المحلية والعالمية، وتجربة فاخرة لتناول الطعام في الهواء الطلق، بالإضافة إلى 25 ألف متر مربع من المساحات المكتبية والمطاعم، مما عاد على المول بنتائج مذهلة ونسبة إشغال بلغت 97%. أضفنا مكاناً جديداً للاسترخاء وعدداً أكبر من المساجد، وسعنا أعماننا المتخصصة بإدارة العقارات وجمعيات الملاك لنصبح أكبر شركة لإدارة العقارات في دولة الإمارات. سجلت محفظتنا التجارية أداءً قوياً خلال العام، وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة سجلت فنادقنا نسب إشغال مرتفعة. اتخذنا المزيد من الخطوات نحو تحقيق مستقبل مستدام، وكنا أول شركة عقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على قرض مرتبط بأهداف محددة للاستدامة، أول شركة عقارية خليجية تعتمد أفضل ممارسات الإفصاح من الرابطة الأوروبية للعقارات العامة، كما حصلنا على التصنيف الأعلى بين الشركات العقارية المدرجة في الإمارات من حيث المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وأطلقنا مبادرة الساعة الهادئة في ياسمول، وأجرينا بعض التعديلات الدائمة مع توفير الغرفة الهادئة، وأضفنا خدمات لذوي الإعاقات غير المرئية بهدف تحويل ياسمول إلى مكان آمن للجميع. حافظنا على مشاركة جميع الموظفين، وبفضلهم تم تصنيفنا ضمن أفضل 10 أماكن للعمل في الإمارات العربية المتحدة، كما كانت الدار للتعليم أول كيان تعليمي يتم تصنيفه كأحد أفضل أماكن العمل. سجلنا رقباً قياسياً من حيث عدد الطلاب، وشهدنا إطلاق أكاديمية التدريب الجديدة الخاصة بنا، مما سمح لنا بدعم وتدريب المعلمين الإماراتيين الجدد. وفرنا فرصاً جديدة للمواطنين، وقدمنا الحماية لموظفينا في أماكن عملهم، عززنا الفرص وسخرنا الإمكانيات لأصحاب الهمم، ومكننا شركاءنا من الوسطاء. شجعنا الابتكار من خلال برنامجي سكيل أب ومنصة لريادة الأعمال، واستثمرنا في التكنولوجيا العقارية الرائدة مع فيفث وول. استثمرنا في مجال الرياضة من خلال رعاية فريق الإمارات للدراجات الهوائية وسباق الفورمولا 1 في أبوظبي والنادي مانشستر سيتي لكرة القدم، ورحبنا بمدير الفريق على طريقتنا، فغيرنا حلة مقرنا الرئيس، وختمنا العام في متحف اللوفر أبوظبي، حيث سلطنا الضوء على خططنا المستقبلية. ومع انتهاء عام 2021 نفخر بكل ما حققناه خلاله، ونتطلع إلى ما سيحمله إلينا المستقبل
في عام 2022.